إذا مرت عمك عذبتها كثير بتعذب المرت عم شو بتعمل؟ يا خيي ليك بصراحة إذا بتعذبني طلقنا بنته. أوف! بخيب بس حبك كرامة مرت يعني كرامة مرت ما عم بقول لك إذا بتعذبني وإذا كل يوم تيجي لعندي هون المصيبة. إيه يعني بنطلق في 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 حما بتجي كل يوم كل يوم وبتنام بالنص كمان بتتخت بالنص هي؟ هي 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 وانت وين بتنام؟ انا حطني بالمطبخ شو بعرفني وين بتنام؟ عينه ادعوا له ادعوا له اكتبوا له بالكومنتات طول له عمرك يا تقول لك ميرسي حبيبي. اذا حماتك عم بتعذبك شو بتعمل؟ عذاب عذاب شو عم تحكي؟ شو بتعمل؟ اذا عم بتعذبني عذاب 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 كثير قوي اما لمرتك يا حبيبي بتحب تفيق الصبح تنكد عليك بيجي الظهريات بتدق لك تليفون بتكون بالشغل ما بتتركك بحالك شو بتعمل؟ ومرتك بتحبك كثير دير بالك أيوة. يعني انت بتعشق مرتك بس حماتك ما بايدك شو بتعمل؟ بدك للصراحه؟ ايه بفرمها يا لطيف ايوه يا لطيف والله بفرمها شو عم تحكي؟ ايه انا ما فيني اتحمل هيك ما فيك تحمل اعوذ بالله ما فيك نهائيا اعوذ بالله طب كرامه مرتك هلا بسيرها كرامه مرتك لك كرامه مرتك بس هي كل يوم هيك هي كل يوم هيك لا هيك ما بقى سيرها ما بقى سيرها ما بتزبط كرامه مرتك شو مطرح بسيرها شوي بس اكثر لا ما اكثر لا ما بتزبط ما فيش مجال صعب ولا ممكن يعني ممكن يجي يوم تتخانق انت ومرتك كرامه امها ركز بهالسؤال منيح ممكن يجي اليوم تتخانق انت ومرتك كرامة امها؟ امي بتقلك امي اذا هي كثير رح توقف معها اكيد شو؟ اكيد اذا تتخانق انت وياها؟ ايه يا لطيف ايه والله يا لطيف اذا بدها توقف معها وعم بتسم لي عظامي اكيد رح اوقف معها ضدها ما رح ارحمها هلا انا راسي ما بيحكم تيجي لا وحبيب قلبي اذا حماتك بتعذبك كثير بقتلها وبخلص منها بلا ما تكمل بقتلها وبخلص منها لحماتك ابدا بس ما انت بتزعل وبتطلق تزعل وتروح كمان كمان انت جيت على الوتر الحساس بس حما اللي بتحب حماتك انت طلعتني على الوتر الحساس من الاخر من الاخر بس اترك بس انه يا خيم يا خيم هي بتحب لها بنتها بدك تحملها لحماتك بديش اتحمل حدا ما بتحملني شو بعمل شو بدك بعد ها ايوه من الاخر يعني عشان تفضح كرامه كرامه مرتك اللي بتحبها كثير وبتحترمها وبتحط حالها خذها هي وبناتها واولادها الجداد اللي انا جايب لها اياهم هول اللي جايبهم من الاخر شو بدك بعد يلا يلا كبر الدوس خلينا نموت انا وياك حماتك كل يوم بتعذبك وعذاب وشهر وشهرين وبتدق لك 100 مره بنهار يا سهر ويا سهر يا سهر ويا سهر طلع ومنزال وجيب لي هيك وروح اعمل هيك تتحمل؟ يعني مش على طول الواحد بيقدر يتحمل الموضوع. انا امي مش بتحملها، كيف بتحمل حماتي؟ ها؟ اكيد أه؟ اكيد انا هربت على اخر الدنيا من وراء امي، بتحمل حماتي؟ ما فيك تتحمل حماتك ابنها لمرتك لك امها لمرتك واذا مرتي هي امها لمرتك مرتك اللي بتحبها، مرتك اللي بس توصل على البيت لا تشمشمها وهيك لا تقبريني ولك يقبرني جمالك شو؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك والله يعني بيعلى المشكلة انت ومرتك كرامة امها اكثر شيء بطلق بتطلقها بتطلق لمين؟ لمرتك؟ لمرتي عم تمزح ما عندي ثلاثة لك ثلاثة شو؟ لك نسوان شحارين يا مشحارين عندي ثلاثة بطلق واحدة بجيب غيرها تنقول لك حبيب قلبي إذا مرت عمك بتعذب كثير وعذاب عذاب عذاب شو بتعمل معه؟ الحما هيدا اللي بتعذب كثير الحما سؤال افتراضي انا الله يرحم حماتي كانت من خيط الناس اوكي بس سؤال افتراضي اذا الحما بتعذب كثير يعني بحب لها بنتها كثير الحما اللي بتعذب بتحب لها بنتها ايه بجيب لها ثلاثة شركة بحياتها شو ثلاثة شركة شو بتركها لحالها لبنتها معذبة معي تجوز على بنتها ثلاثة واثنين وثلاثة واربعة نحن بحق لنا هيك بريحها كثير لمرت عمي بصير تحبنا شو عم تحكي؟ هاي الفكرة أحلى فكرة، كيف بدك تفوت على حماتك أنت إذا كان بتعذبك وبتقهرك؟ كل يوم بدي أقول لك صبح وظهر وعشية ويا سهر ويا سهر ويا سهر ويا سهر عندها ثلاثة شركة بنتها بيريحوها الماكسيموم، أيوة. هاي الحياة هيك بدك تلعبها كيف تلعب مع النسوان؟ كيف تلعب مع النسوان؟ بس يا خيي بس سؤال بس ما مرتك ما بتحبها لبنتها؟ مرحبا بتحب هي في أحلى منهم الأربعة يحبوك مش حدا بتحب أربعة يحبوك طبيعي أنا ما عم بحكيكم يوم دغري مثل ما هن بده أربع نسوان يحبوه ليه؟ مشان حماته بتعذبه أول حما يا لطيف شوفوا المحبة وين صرنا
إذا بتعذبك حماتك بتعذب كتير حماتك شو بتعمل؟ لأ بضنا عينها هي لك أحلى حما عندي أنا شو بدي قلك تقلك بس حماتي ما في بس صاحبك هلأ سمعته قال ما بتسترجي تحكي ما هو خيب يعلم الوضع بيعب البيض وغطاء يعني أنت ما بتسترجي تحكي ما بتسترجي يا خيب أنت معك ما في ما المدام بالبيت بتشوف يا خي طب خلينا مش عم نحكي غلط هل اذا الحما بتعذب شو خص شو خص مرتك بالموضوع يا حسن بدك تنيمني اليوم ببلاط البيت الله يرضى عليك حماتي ما في مثلها والله ما في مثلها حماته وما بتعذبه ابدا والله بحب حماه اكثر رجل عالم رئيسي بحب مرته مرته ها ايوه حماته نص على نص